مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات الصحة والجمال الفضائية، أهلا وسهلا بكم ويوم جديد من برنامجكم ساعة في بلدي. معكم خالد الأمير. برنامج ساعة بلدي صناعي اجتماعي بيتكلم في أهم المعوقات والإيجابيات اللي بتقابل بعض المصنعين والمستثمرين في الوقت الحالي. الأسبوع ده كان ليا زيارة لأكثر من مصنع وأكثر من مستثمر في أكثر من مجال. الوقت الحالي بدأنا ناخد خطوات تجاه الصناعة. في بعض المعوقات بتقابل بعض المصنعين زي المواد الخام، عدم ثبات الأسعار، ده عامل مشاكل غير عادية للمصنع بالنسبة للمواد الخام وعدم ثبات الأسعار. العمالة برضو، العمالة في ناس بتقول إن مصر فيها بطالة، لا، أنا خالد الأمير بشكل شخصي بقول مصر ما فيهاش بطالة. على فكرة موضوع إن الشباب ينزل واجتهد وينزل على ارض الواقع، يعني كل المصنعين او اغلبيه المصنعين بيشتكوا من العماله، العماله غير ملتزمه، يجي اسبوع وما يجيش التاني، فدي بنود مهمه جدا. كانت زيارتي لاكثر من مصنع في اكثر من مجال، حضراتكم هتشوفوهم ناس قيمه وقامه في الصناعه، مهما بقابلهم معوقات بيتغلبوا عليها. التقيت الاسبوع ده بالمهندس عبد الحميد محمد علي، رئيس مجلس اداره مؤسسه تراست باك اوبل للمواد الغذائيه، للمواد البتروليه. على فكره مجال المواد البتروليه عاوز ناس مميزه جدا، بمعنى المؤسسه او المصنع ده فيه قامات، يعني فيه الدكتور محمد بدير، راجل كيميائي وعارف بيعمل ايه، يعني راجل مميز وراجل قيمه وقامه. وفي القريب العاجل معانا في حلقه خاصه الدكتور محمد بدير، هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعه طبعا. والتقييد في مجال اخر، في مجال الاستيراد والتصدير والصناعه، التقييد بالمهندس محمود محفوظ، واجهه مشرفه في الصناعه والتجاره والاستيراد والتصدير، قيمه وقامه، رئيس مجلس اداره مصنع ام زد للاستيراد والتصدير والصناعه والتجاره. ده مميز جدا، حكايته حكايه، راجل عنده طموح بياخد خطوات تجاه الصناعه والتجاره والاستثمار. وكان ليا لقاء اخر مع بعض المصنعين المميزين جدا في مجال الملابس الجاهزه. التقيت بشاب بقى حكايته حكايه، جايبها من تحت واخدها خطوات، حضراتكم هتشوفوه وجهه مشرفه جدا. التقيت بالمهندس رجب طلحه، رئيس مجلس اداره مصنع حور للملابس الجاهزه. على فكره مهندس رجب يعني في القريب العاجل هيبقى من الكيانات الكبيره قوي، ليه؟ عنده طموح وعنده افكار، وفي اختراع كده هو قايم بيه مش هنعلن عنه دلوقتي، يعني معانا في حلقه باذن الله قادمه هنتكلم في مواضيع مهمه جدا تتعلق بالافكار، مش يعني مش عاوز احرق الحلقه. والتقيت بالمهندس أيمن عصران، رئيس مجلس إدارة مصنع رياض الصالحين لمنتجات الألبان. مهندس أيمن عصران من الناس المميزة جدا في صناعة المواد الغذائية. مجال المواد الغذائية مش أي حد يشتغل فيه، ومجال الألبان بشكل خاص. يعني المهندس أيمن حكايته حكاية. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعة والتجارة، وهنرجع لحضراتكم تاني. اللي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل. طبعا احنا كنا بادئين طبعا ببيع زيوت سيارات، جميع انواع زيوت السيارات بتاعت الشركات كلها، تجاره يا فندم. وعندنا كان عندنا محلين داخل البلد يعني. بعد كده طرقت لنا الفكره ان احنا عرفنا طبعا ان في تصنيع في هذا المجال يعني. تمام. فطبعا مع الشركات اللي هي بتاعت التكرير والكلام دوت، وعرفنا الخطوات والكلام ده كله، وطبعا جريت في اجراءات الترخيص، وطبعا في الحي هنا عندنا طبعا ودني جوابات للهيئه العامه للبترول والهيئه العامه للتصنيع، وجريت فيها يعني الحمد لله، وخدت الموافقات وخدت الرخصه والحمد لله يعني. الحمد لله. يعني بدايتك الحقيقيه المهندس عبده كان في 2003. 2003 هنا لكن ايام والدي واخويا وكده، وايام جدي برضو يعني في الثمانينات السبعينات.
طب انت بيقابلك مشاكل بالنسبه لصناعتك، يعني مثلا بالنسبه مثلا لاي حاجه تخص الصناعه بتاعتك؟ هو الفكره كلها بس تغير الاسعار، اللي هي مش ثابته الاسعار مش ثابته، الاسعار مش ثابته، هي الفكره بس الاسعار مش ثابته. في نفس الوقت الاسعار مش ثابته يعني عشان خاطر بس اقتصاديا، وانت بس مش في مصر كده، في الدول الاخرى كلها كده، في كل الدول كلها كده الاسعار الاسعار متغيره بسبب الحروب وبسبب بسبب يعني حاجه خارج اراده اي حد. بس وبعدين هي دي منتجاتنا يعني ما مع الزبون والكلام ده، يعني الزبون المصري هنا طبعا الحاجه لما بتبقى مثلا بتبقى برضو مصريه ما بيحبش ان هي بتبقى زياده قوي يعني، فده طبعا بيعكسنا يعني يا فندم في الموضوع ده في السوق برضو. يعني طبيعه المنتجات بتاعتكم كده من خلال حضرتك نوضحها اكتر للساده المشاهدين. احنا هنا بنعمل زيت باتور، بنعمل زيت تروس، بنعمل زيت هيدروليك، بنعمل زيت باور، بنعمل زيت باكم اللي هي سوائل الفرامل الهيدروليكيه. كل منتجاتنا قبل ما بتتعبى في الجراكن بنختبرها ولازم تكون مطابقه للمواصفات القياسيه. تمام. كل منتجاتنا ما فيش منتج بيطلع من المصنع الا ما يكون مطابق. مش مطابق ما بنعبهوش. تمام. خدت بال حضرتك؟ تمام. يعني احنا هنا بنعمل الزيت 50 سي دي مونو جريد. ما بنعملش مالتي جريد. ايه مالتي جريد وايه؟ مالتي جريد اللي هو متعدد الاغراض. احنا بنعمل مونو جريد. اللي هو متخصص في شيء واحد. للسيارات. زيت 50. تمام. بنعمل زيت تروس 140. بنعمل زيت هيدروليك 68. تمام. بنعمل زيت باور. بنعمل زيت باكم. تمام. كل منتجاتنا هنا لازم تبقى مطابقه للمواصفات القياسيه المصريه. تمام. لا يوجد، وبنختبر بنحلل هنا. بنحلل عندنا. وبنعمل شيك بعد ما بنحلل. بنوديها مصلحه الكيمياء تتحلل. تمام. لازم يجي لنا شهاده ان هي مطابقه للمواصفات القياسيه. خدت بال حضرتك؟ كل منتجاتنا حتى المواد الخام اللي احنا بنجيبها لازم نطبقها الاول. اذا كان كل اختبار عندنا بنختبرها الاول. حتى لو مستورده. حتى لو مستورده. لازم نختبر الاول. عندنا يعني مثلا عندي زيت الماتور لازم اختبر الباور بوينت، لازم اختبر الفلاش. خدت بال حضرتك؟ كل الاختبارات اللي بتجرى على زيت الماتور لازم اختبرها. كل الاختبارات اللي بتجرى على زيت التروس لازم اختبرها. كل الاختبارات اللي بتتعمل على زيت الهيدروليك لازم اعملها. تمام. اذا ما كانتش مطابقه ما تتعباش في الجرك. ما تطلعش للعميل الا اذا كنت انا متاكد ان هي مطابقه بنسبه 100%. في كلمه مهمه جدا من خلال المهندس عبد الحميد للمهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه من خلال قمرات سعد بلدي. تقول سياده الوزير ايه من خلال المهندس عبد الحميد؟ اتفضل يا فندم. والله يا فندم انا بقول لسياده الوزير يعني طبعا الله يكون في عون البلد كلها يعني والله، وطبعا حاجات الاقتصاد ديت يعني هي هم يعني سامعينها بيقولوا على العالميه يعني. فطبعا يعني احنا بنتمنى زي ما بقول لحضرتك كده ان طبعا تثبيت الاسعار عشان احنا نعرف نشتغل. طبعا احنا عندنا عماله برضو والكلام دوت، فيعني بيبقى ريت يعني عايزين يعني تثبيت الاسعار وتبقى الحاجه موحده والكلام ده يعني. ما عندكم عماله قد ايه؟ يعني 25 تقريبا. يعني ما شاء الله 25 بيت، بل ان ممكن يكون اكتر سواقين وتفاصيل كتير. دول طبعا يعني ربنا يعينك عليهم. تمام. ايوه في يعني عندنا 25 27 غير اتنين سواقين والكلام دوت يعني وربنا يكرم يعني وربنا بيرزق وكل حاجه يعني بتبقى بفضل ربنا يعني. والواحد بيبقى عنده امل ان هيبقى في تحسن يعني ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى في تحسن قدام يعني ان شاء الله يعني. احنا طبعا بنتكلم يعني بفضل سياده الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي برضه والقيادات كلها يعني ان احنا طبعا احنا حاسين بامل وحاسين ان هيبقى في تحسن قدام يعني ان شاء الله. ياللي عاش حب يعلم كل جيل من بعد جيل، ياللي عاش حب يعلم كل جيل من بعد جيل. حضرتك يعني بدايه طبعا الحمد لله يعني فضل ونعمه عند ربنا، كانت بدايه يعني كانت بسيطه جدا. تمام. هو كان في طموح
ان الواحد يوصل في مجال معين. فانا لما خلصت بكالوريوس تربيه رياضيه وخلصت الجيش وكده وحبيت ان انا ابدا في اي مجال ان انا حابه شايف ان انا ان هو كويس بالنسبه لي، بدات بمكنه خياطه واشتغلت بايدي يعني في الاول كده، وبدات اجيب خاماتي واشتغل. وطبعا مع مجهود ان احنا طبعا اهم حاجه عندي التسويق، فكنت طبعا في الاول بعمل المنتج وبنزل اسوق ليه، وطبعا بلف على مصانع كتير لان انا اصلا متخصص في الباكنج بتاع المصانع. مصنع مثلا بيعمل فوط، بيعمل بشاكير، بيعمل بطانيه، بيعمل كوفرتا، فكنت بقى ببدا بقى الف على المصانع وكده وباخد منهم اوردرات وابدا اجي انفذها في الغربيه. واخد بالك؟ وبدات بقى واحده واحده الحمد لله وشكرا يعني ان ايه ابدا اجيب عامل في اثنين في ثلاثه كده لحد ما ايه وابدا ادربهم واعلمهم لحد ما وصلنا اللي احنا فيه الحمد لله يعني. اكيد طبعا اكيد اكيد لازم بالظبط. دايما الكل برضه بيشتكي من العماله والشباب والاجيال اللي موجوده غير جيل حضرتك. طبعا الجيل اللي موجود طبعا يختلف عن الجيل بتاع حضرتك بتالي بمراحل كتير. هو يعني مش هو اهم حاجه عند الانسان لازم يبقى فيه طموح، وطبعا لازم يبقى فيه صبر ومصابره على المجهود اللي هو بيعمله، تمام؟ ما يبقاش مستعجل النتيجه. اهم حاجه عند الشخص ان هو في بدايته يهتم بشغله، ما يبصش على المكسب دلوقتي، ان هو يوصل كنجاح في شغله، والفلوس بقى بتيجي بعد كده، والتطور بيجي طبعا. لازم الانسان يطور بالاجتهاد طبعا، لازم الانسان يطور من نفسه واحده واحده. بس بتعاني برضو من عمان يا استاذ محمود ولا متغلب عليها؟ اكيد طبعا يعني تفاصيلك كده انا شايف ان انت العماله بتحبك يعني من ذوقك كده والاخلاق العالية. والله هو الحمد لله احنا يعني بنحاول دايما ان احنا ندرب اول باول. يعني اما بتيجي عماله مثلا بنحاول ان احنا في وقت اي وقت مثلا في فراغ او كده بنبدا نقعد الناس اللي هم جايين جداد دوت جنب العمال اللي هم بيقعدوا على المكان ان هم يتدربوا واحده واحده، واخد بالك؟ بحيث ان احنا يبقى عندنا لما بنيجي نحب نوسع بيبقى مننا فينا يعني، انت واخد بالك؟ ما يبقى الناس مدربه ومستعده للشغل. ايه المعوقات بقى اللي بتقابلك في المجال ده في الوقت الحالي؟ اتفضل. والله هو حاليا بس يعني موضوع الاسعار، بس انها في اضطراب في الاسعار بشكل سريع، بس هو هدي اكتر معوقات بالنسبه لنا في الوقت الحالي. بالظبط دي زياده اسعار المواد الخام بشكل سريع بس. ده اكيد اكيد طبعا اكيد اكيد، بس الحمد لله يعني على اي وضع الحمد لله احنا بنحمد ربنا وبنتغلب عليه، بنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نتغلب عليه، واهم حاجه برضو ان احنا نطلع شغل كويس. دي اهم حاجه يعني. دي اهم حاجه ان شاء الله. ايه معوقات تانية بتقابل حضرتك في المجال في الوقت الحالي؟ والله هو هي مش هنقول بقى معوقات، هي هنقول ان احنا طموح في ان يبقى عندنا مكان يعني فتح مثلا في اكتر من مكان، تمام كده؟ فطبعا بالنسبه لنا كمعوق اساسي ان لا بيأثر على حركه الانتاج، بيضيع مجهود ووقت برضو كبير عشان نلم حاجتنا يعني. لا هو احنا لو مثلا في مصنع متكامل في مكان واحد لا ده بيفرق كتير، فاحنا ننتظر من يعني من الدوله انها توفر لنا حاجه زي كده يعني. في البداية أنا كنت شغال صنايعي في مصنع في طنطا جنبنا هنا،
بدأت بعدها إيه يعني أطور من نفسي، فاشتغلت بعدها فترة في اسكندرية، بعدها فترة في القاهرة، وطولت في القاهرة، قعدت حوالي 20 سنة في مصانع القاهرة، العتبة، الموسكي، الغورية، البطنية، يعني الفيصل، تجولت كتير في القاهرة. وبعدها فكرت أفتح في بلدي علشان يعني حبيت ان اهل بلدي برضو وشباب بلدي بدل ما بيروحوا هنا وهنا، نفسي ان انا بلدي يبقى فيها 100 مصنع 200 مصنع والقرى اللي حواليها وكده. ففعلا بدات وفي ناس جيت اتعلمت وبداوا يجيبوا مكان كمان ويفتحوا تجيب مكانتين ثلاثه، ستات بيوت ما يقدروش مثلا يسافروا زي او يروحوا طنطا او كده، بداوا يجيبوا مكان في بيوتهم وشغالين، وبيجيبوا مثلا شغل مقصوص من المصانع الكبيره وانا برضو بديهم شغل، وبدأوا يعني الموضوع بدأ ينتشر في شناوي وكده. يعني كانت الفكرة بتاعتي كده ان انا نفسي زي ما انا استفاد ويعني اللي انا اتعلمته بره اجيبه هنا واعلم اهل بلدي. فتحت هنا سنة 2005 لما فتحت هنا 2005 وبقيت رسمي، بقيت برضو فاتح هنا وشغال برضو ايه في المصانع، يعني بكتسب خبرات ومشغل هنا في حاجات بسيطة، يعني مش في كل حاجة شغالة هنا دلوقتي عشان ما كانش فيه المكن وكده. دلوقتي بقى عندي مكن متنوع، عندي خط جنس وعندي ممكن انتج الترنج هنا، انتج الجاكيت، يعني ترنج الخروج، مش الخروج والحاجات ديت، يعني عندي جميع المكن اللي هو العادي اللي هو السنجر والاوفر، وعندي الاورلي، عندي المكابس الطباعة، عندي خط الجنس كامل. يعني فانا كده مش واقف على اي حاجه، والحمد لله اي شغل بيجي له بينطلب مني بعمله ما شاء الله. طبيعه المنتجات بتاعتك بتوزعها على مستوى الجمهوريه ولا في محافظات معينه؟ لا انا مش مرتبط بمحافظات معينه، انا بشغل مثلا عندي الاجهزه دي، عندي 4 اجهزه كمبيوتر شغالين على السوشيال ميديا، بيجي لي ناس بتقعد عليهم، ممكن يجي لي اوردرات اسوان، اسكندريه، العين السخنه، اي منطقه في مصر، يعني وبيجي لي اوردرات ممكن السودان، ليبيا، يعني انا برضه بصدر برضه، يعني ممكن ناس من السودان بيجوا لي هنا ياخدوا شغل، بدات اتعرف هنا. بيجوا هنا بدات اتعرف برضه. وهو الدوله بصراحه واقفه في ظهرنا، الجنيه بصراحه جاي في المصلحه، لما الجنيه قيمته بتقل احنا بقينا الصين بالنسبه للمنطقه اللي حوالينا، الدول اللي حوالينا ما هم بيجوا ياخدوا من هنا، لو العمله بتاعتنا كل ما عملتنا بترخص هم بيجوا هنا، لو غلت ما هم مش هيجوا. انا بقى هي بصراحه فايدانا، وعمر ده ما حصل قبل كده لما كان الجنيه غالي، هو دلوقتي بيقدروا يجوا عشان السعر، احنا بقينا الصين يعتبر في بالنسبه للدول اللي حوالينا. والله انا ابتديت الاول بتسويق المنتج، كنت الاول بلم لبن واخد المنتج من المصانع وارجع اطلع سواق المحلات. تمام. لما وزعت على المحلات بقيت عايز اعمل منتج يليق للمحل اللي انا اديله بضاعه. تمام. فما بقتش الاقي في المعامل المنتج اللي انا عايزه للمواصفات المحلات اللي معايا. تمام. فبدات ايه افكر في موضوع التصنيع. ابتديت بترابيزه جبنه واحده بس. ترابيزه واحده. كانت بدايتي خالص ترابيزه جبنه. ترابيزه واحده. في نفس المكان ولا كانت في مكان تاني؟ كان في مكان تاني قبل كده. تمام. كان عندي بيت قديم 90 متر عملت فيه ايه ترابيزه جبنه واحده الاول. تمام. ربنا كرمني لما ايه ما كانش فيه مكان احط فيه شغل، الترابيزه ابو 10 ان شاء الله اشتغلت. بديت اودي المحل المنتج اللي هو عايزه واللي انا ايه راضي عنه. تمام. بتعمل شغل يخلي المحل يقول لك انا عايز تاني. المنتج نفسه يوصل للمستهلك يقول لك انا عايز من ده تاني. تمام. فرض نفسه يفرض للمحل ان هو يقول له هات البضاعه دي. فمن هنا بقى ايه الحمد لله بدات انجح. اشتريت هنا 884 متر، بنيت البيت ده فوق منه، كل ده مش شغل اللي انا اشتغلته ده، يعني اللبن فيه شغل، فيه خير كبير قوي اللي يمشي بمرضي الله ربنا يكرمه. تمام. وطالما بتعمل حاجه ترضي ربنا ربنا يوفقك. تمام. اهم حاجه انك تدي منتج للناس تبقى انت راضي عنه. تمام. اشتغل شغل بلدي، مفيش تجنيس، مفيش زبده بتضاف على اللبن، لبن طبيعي اللي بتحط بتصنعه شغل بلدي. تمام. بجيب اللبن احط في الاذان اسخن، احط ملح منفحه بس مش اكتر من كده. الشغل بتاع زمان، الشغل بتاع زمان اللي هو الاصل بتاع الجبنه، اللي هو شغل الاسطنبولي القديم القديم اللي بيقدم على ابوه. والحمد لله الواحد نجح، والنهارده بخلي المنتج بتاعي النهارده بيوصل للمستهلك سعر الكيلو 65 جنيه. 65 جنيه في الاخر. بنسمع اسعار كبيره قوي في الفتره دي، يعني بنسمع 100 وي وارقام كده، ولا التفاصيل بتبقى ازاي؟ بص صل على النبي النهارده انت كصاحب مصلحه زي دي، تمام،
انا عن نفسي بشتغل انا يعني معايا عيالي بيلموا لبن من الدواوير نفسها، بعمل لبن من الفلاح واصنعه بايدي، لا عندي آلة ولا عندي صناعيه ولا عندي سمسار في النص، لا من المصدر للمصدر. تمام، مفيش تكلفه بحطها على الشغل، فعشان كده ايه بقدر اوفر سعر المنتج للمستهلك. تمام، التكلفه مش عندي تكلفه، لان النهارده لو انت جبت صناعيه وجبت عمال وخدت من سمسار، كل ده هيزود عليك، هتزود على المستهلك، هتزود على المستهلك بالظبط. فما توفر ده كله وتوصل للسعر المستهلك سعر كويس، خلاص المنتج بتاعك هيمشي. تمام، المواقيت اللي تقابلنا السنه دي، النهارده احنا في موسم، احنا في اللبن قليل. انت عندك النهارده ثلاث منتجات شغاله على اللبن، براميلي اسطنبولي و... اللبن مش مغطي الثلاث منتجات، اللبن ده ما يكفيش منتج واحد، فعشان كده كل واحد عايز ياخد ايه من اللبن من الثاني، فالتجار بترفع الاسعار. يعني انت محتاج وانا محتاج وده محتاج، انت في طلب ما فيش عرض. تمام، فعشان كده اللبن بيغلى. والثروه الحيوانيه ماتت في مصر، ما عادش النهارده السكينه شغاله، اللبن قليل، اللحم كمان غلى، الفلاح المربي ما عادش بيربي. تمام، فعشان كده اللبن قليل مش مغطي الاحتياجات. دي المشكله اللي بتقابلكم دلوقتي. ما قبلنا الوقت احنا في عز الربيع، النهارده مفيش لبن، مش لاقيه. كيلو اللبن النهارده بيوصل بيطلع من الفلاح من على ارضه ب 24 جنيه 25 جنيه. تمام، طب انت على ما يجي لك مثلا وتكلفه وعماله والكلام ده بيوصل معاك 25 26 جنيه. تمام، طبعا انت هتصنع بكام وتعمل ايه وكده توصل العمليه بتعدي معاك. والكيلو اللبن بيعمل يعني حابب اسمع منك بخبرتك. تمام، الكيلو اللبن يعني يعمل قد ايه جبنه؟ ال 20 كيلو اللبن يعملوا معاك 6 كيلو جبنه. 6 كيلو جبنه؟ ال 20 كيلو، ال 20 كيلو لبن يعملوا 6 كيلو جبنه. 6 كيلو جبنه دي جبنه طبيعيه، دي الشغل الطبيعي، لا مجنس ولا الكلام ده حضرتك، شغل تصفية على الشاشه، ما فيش مش غرف والكلام ده، لا لبن بيتصفى طبيعي. ورجعنا لحضراتكم من جديد. حاجة جميلة يا جماعة، أنا عن نفسي يعني أي مصنع مجتهد بياخد خطوات واجهة مشرفة في الصناعة بيبقى في حتة تانية، طالما برأي ربنا في شغله. طبعا مع وقوات اللي بيتكلموا فيها بعض المصنعين، عدم ثبات الأسعار أو زيادة أسعار المادة الخام، ده عاملة مشاكل غير عادية للمصنع. فاحنا بنطالب المسؤولين بالرقابة على عدم ثبات الأسعار بالنسبة للمواد الخام، ده بند مهم جدا. يعني اتكلم فيه اكتر من مصنع من اللي حضراتكم شفتوهم، فدي موضوع مهمة جدا، فبنطالب بالرقابة على ثبات الاسعار، ده بند مهم جدا جدا. في بند تاني اتكلم فيه يعني الاستاذ عبد الحميد، بيتكلم على عدم توافر المادة الخام بالنسبة لمجال زيوت السيارات، ده بند مهم جدا جدا برضو، المفروض يبقى فيه رقابة او تثبيت اسعار. ليه؟ في بعض المصنعين في الوقت الحالي بدأت تتوقف بسبب عدم توافر المادة الخام، ده بند مهم جدا، لازم المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة نظرة للمصنع وينزلوا على ارض الواقع ويشوفوا المصنع بيعمل ايه او محتاج ايه. يعني دايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل كلمة بقول الصناعة، الاستثمار، الزراعة، هم العمود الفقري بتاع البلد، فده بند مهم جدا يا جماعه. العماله برضو الشباب ينزل يجتهد ويسيبهم التوك توك والكافيهات واللعب، ده بند مهم جدا برضو، بند العماله. كل مصنع بيشتكي من العماله، العماله يعني يجي يوم وما يجيش التاني وتفاصيل كده، احنا مش هنقوم غير بالصناعه يا جماعه، فنجتهد كده وننزل على ارض الواقع وناخد خطوات. التعليم الفني لازم يبقى له دور في الصناعة، يعني الطالب بينزل الصبح يروح مدرسته ويرجع مفيش، لازم ينزل على أرض الواقع في المصانع وتعلم. طبعا مش كل الطلبة، يعني مش كل التعليم الفني، أنا بقول بعض الطلبة في التعليم الفني لازم نقوم، لأن الصناعة العمود الفقري بتاع البلد. طبعا يعني المواضيع برضو اللي اتكلم فيها بعض المصنعين بيقول ان موضوع الغلاء عالميا مش في مصر بس، او الظروف اللي بمر بها العالم في الوقت الحالي دي مشكلة عالمية مش عندنا. الاسبوع القادم ان شاء الله عندي موضوع مهمة جدا
هنتكلم فيها تتعلق بالصناعة، وفي حلقة خاصة إن شاء الله في القريب العاجل مع الدكتور محمد بدير، في حلقة خاصة جدا مع الأستاذ رجب. الأستاذ رجب رئيس مجلس إدارة مصنع، الأستاذ رجب طلحة رئيس مجلس إدارة مصنع أور للملابس الجاهزة، ده برضو عنده اختراع يتعلق بالكهرباء، لأن احنا طبعا عندنا مشكلة في الكهرباء وانقطاع الكهرباء ساعة واتنين، ده عامل مشكلة برضو لبعض المصنعين، يعني المفروض الأماكن الصناعية العجلة تدور ما تقفش، ده موضوع مهم جدا، أو يتقطع في وقت يعني بالليل مثلا، لأن ده عامل مشكلة برضو لبعض المصنعين بيشتكوا فيه. ده بالنسبة للصناعة، عجلة الإنتاج لازم تفضل ماشية. فبإذن الله عندنا مواضيع مهمة جدا الأسبوع القادم تتعلق بالصناعة معايا أكتر من مصنع في أكتر من مجال. طبعا أنا بشكر جدا جدا بعض المستثمرين والمصنعين حضراتكم تابعتهم، لأن دول وجهة مشرفة في الصناعة وناس بتاخد خطوات بطرق محترمة في الصناعة، بالتوفيق والنجاح. طبعا عشان وقت البرنامج أنا بشكر قنوات الصحة والجمال، وبشكر إدارة قنوات الصحة والجمال، وبشكر فريق العمل اللي بيتعب معانا جدا جدا، وأشوفكم الأسبوع القادم وبرنامجكم ساعة في بلدي.